قال القيادي في الجبهة الثورية ياسر عرمان إن الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير جاء للاتفاق على قضايا السلام والمواطنة في السودان، ومؤكدا في مؤتمر صحفي عقب ختام الاجتماعات إن جميع فصائل الجبهة الثورية السودانية ستجتمع في القاهرة نهاية الشهر الجاري دون استثناء لأي طرف. اجتماعات الجبهة الثورية اتفقنا مع القيادة المصرية إنها ستعقد خلال أسبوعين، ولن تستثنى أي فصيل من الجبهة الثورية سواء كان مسلح أو غير مسلح. والقرض الرئيسي إنه الجبهة الثورية تجري حوار عميق حول كيفية الوصول إلى سلام في السودان. تم تحديد موعد، أنا قلت بعد أسبوعين سيتم، أسبوعين ولا بعد أسبوعين؟ يعني في خلال بعد أسبوعين، يعني في نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم سيتم الاجتماع للجبهة الثورية حتى تصل دون استثناء أي فصيل. لن يستثنى أي فصيل. أوضح القيادي في الجبهة الثورية عرمان إن الأطراف السودانية اعتادت على الذهاب إلى مصر لقناعتها وثقتها التامة بحياديتها وتجنبها لسياسة المحاور وسعيها إلى سلام دائم وعادل وشامل في السودان. مصر قبل قيام المحاور وبعدها لدي علاقة عميقة وتاريخية بالسودان، وهذا ليس لا علاقة له ولا صلة بالارتباط بالمحاور الإقليمية. وأي شخص يذكر أنه في هذه القاهرة نحن أتينا عشرات المرات مع الدكتور جون جرنج ديمابيرو ولم تكن هنالك محاور في هذه البلد، فقضية الحرب قضية رئيسية لاستقرار السودان، وما يجري في ليبيا وما يجري في الصومال وما يجري في بلدان عديدة يجعل مصر تهتم أكثر وأكثر بموضوع الاستقرار في السودان. أكد القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان وجدي صالح إن المباحثات مستمرة لتجاوز بعض الخلافات بين وفدي الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير، ومشيدا بالدور الذي تلعبه مصر واستضافتها لهذه المباحثات. ستتواصل اجتماعاتنا داخل الخرطوم وخارج الخرطوم داخل قوى إعلان الحرية والتغيير حتى نتوافق تماما على اتفاق سلام دائم حقيقي يمكن أن يوقف الحرب ويحقق السلام في البلاد. أنا حقيقة يعني أكرر شكري لمصر وأكرر شكري لكل من قدم لنا هذا الدعم، وأنا أقول يعني خلال يوم العيد يعني الناس عيدت معنا، الإخوة في مصر لم يكن تركوا أسرهم وظلوا معنا، وبالتالي هذا إيمان أنا لا يغل عن إيماننا بالسلام.